ولسه مكملين معاكم كلامنا عن كل الفعاليات والأنشطة المتميزة اللي في مهرجان العالمين الجديدة، وخلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن كواليس وأجواء حفل أو حفلات العالمين المختلفة من زميلنا محمود جميل. الحقيقة محمود دايما بيطلعنا على كل التفاصيل والأجواء الموجودة في العالمين الخاصة بالحفلات المختلفة، وزي ما قلنا في مشاركة النهاردة لفرق الفنون الشعبية في المسرح الروماني، تحديدا فرقة الأنفوشي هتقدم عرض متميز هيحرص بالتأكيد كتير من اللي موجودين في المهرجان على ان هم يتواجدوا هناك. الحقيقة من بداية المهرجان لحد دلوقتي شايفين إقبال، يمكن في البداية كان لسه الناس بتستكشف ايه الحفلات اللي موجود في منطقة العالمين الجديدة، لكن يوم بعد يوم مع الدعاية المستمرة والصورة اللي يمكن بتنقلها كل قنوات الشركة المتحدة عن المهرجان، بقى فيه زي ما نقول إطلالة يومية على اللي بيحصل هناك، وده شجع ناس كتير إنها تروح العالمين الجديدة. كمان الدعم اللي بتقدمه الوزارات المختلفة هناك، شفنا مبادرة الصحة أو شارع الصحة اللي تم افتتاحه في العالمين الجديدة اللي بيقدم كل المبادرات الرئاسية لسكان المنطقة وللمتواجدين في الساحل الشمالي مش في العالمين الجديدة بس. كمان بنشوف الزيارات المختلفة من الوزراء والأنشطة اللي بتقام، خاصة الأنشطة الرياضية المتنوعة. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن آخر حفلات النهاردة ونروح لمحمود جميل في المنطقة التراثية اللي هيقول لنا آخر التفاصيل والأجواء. محمود مساء الخير. مساء الخير عليك يا ليلى، مساء الخير على كل مشاهدين. الحقيقه يعني زي ما انت قلتي، احنا لسه من شويه انتهى الحفل الجميل الرائع اللي كان موجود على المسرح الروماني في المدينه التراثيه اللي بنتواجد فيها حاليا، وهي فرقه الانفوشي اللي الحقيقه قدموا باقه من اروع الاغاني الجميله واللي كان فيها تفاعل كبير جدا من الحضور. اولا طبعا كان بيحضر الحفل دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والاستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومستشار وزير التعليم العالي، وطبعا يعني ده نتاج التعاون اللي كنا شايفينه النهاردة بداية من صباح اليوم ما بين وزارة التعليم العالي والشركة المتحدة، ومساء اليوم بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة أيضا، وهكلمكم على تفاصيله، بس خلينا أنقل لكم الأجواء الجميلة اللي كانت موجودة ومدى يعني انبساط الناس الحقيقة اللي كانت موجودة من مختلف الأعمار والشباب طبعا اللي كانوا موجودين، وقد إيه هم اولا كانوا مبسوطين جدا وكان في حاله تفاعل من التسقيف ومن يعني التفاعل الكبير مع الاغاني اللي بتتقدم على المسرح الروماني، وكمان لما سجلنا معاهم عبروا عن سعادتهم بالاجواء اللي موجوده في مدينه العالمين الجديده، وكمان بالتصميم الجميل اللي بيتميز به المسرح الروماني في المدينه التراثيه واللي تم تجهيزه الحقيقه على احدث طراز معماري علشان طبعا يستقبل كل الحفلات الفنيه اللي موجوده في مهرجان العالمين الجديدة. والحفلة دي طبعا بتأتي في ضمن برنامج حفلات فنية وثقافية بتقدمه وزارة الثقافة بالتعاون طبعا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج ثقافي وفني كبير جدا، سواء الحفلات اللي هتكون هنا في المدينة التراثية أو حتى بعض الفقرات الفنون الشعبية والسيرك القومي اللي هتكون على الممشى السياحي والمنطقة الشاطئية. فالحقيقة كانت ليلة جميلة جدا، الكل استمتع بكل الأجواء اللي موجودة وبأجواء كمان مهرجان العالمين الجديدة. النهاردة كمان كان عندنا تعاون مهم جدا في صباح اليوم، تم تكريم الفائزين من طلبة الجامعات اللي شاركوا بقالهم كذا يوم في الأنشطة المختلفة في فعاليات مهرجان العالمين في المنطقة الشاطئية، اللي كان مشارك في كرة القدم، في الباسكت بول. النهارده طبعا في جوله تفقديه مع دكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والاستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، كان في جوله تم فيها طبعا تكريم الفائزين من طلبه الجامعات اللي حصدوا المراكز الاولى في المسابقات اللي كانوا موجودين فيها. والحقيقه وزير التعليم العالي وجه الشكر للشركه المتحده على تنظيم هذا المهرجان الكبير، واكد على التعاون الكبير اللي هيكون خلال الفتره اللي جايه ما بين الوزاره وما بين الشركة المتحدة علشان طبعا كل الجامعات وكل الطلبة يكونوا موجودين. في وفد طلابي مشي النهاردة وجي كمان مكانه وفد طلابي آخر، والأيام القادمة هيكون في وفود طلابية كتيرة جدا موجودة في مدينة العالمين الجديدة، وده اللي أكد عليه أستاذ عمرو الفقي إنه هيتم تقديم كل الدعم وكل التسهيلات لكل الطلبة في الجامعات إن هي تيجي وتشارك في مدينة في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. والحقيقة بعدها كان لقاء وزير الشباب والرياضة بالأبطال البارالمبيين،
طبعا عندنا بعثه مصريه للابطال البارالمبيين من ذوي الهمم هيشاركوا في البطوله القادمه في العاصمه الفرنسيه باريس 2024، اللي طبعا هيشاركوا من يوم 28 اغسطس لحد يوم 8 سبتمبر، لكن اللجنه المنظمه قررت ان الصوره الرسميه للابطال البارالمبيين هتكون من مدينه العالمين الجديده والمنطقه الشاطئيه. والحقيقه الابطال نفسهم كانوا مبسوطين جدا ان هم موجودين في جوله ترفيهيه قبل سفرهم طبعا لباريس في مدينه العالمين الجديده، استمتعوا بكل الاجواء اللي موجوده في مدينه العالمين، واكدوا طبعا على استعداداتهم قبل السفر علشان يمثلوا مصر وان شاء الله يحصدوا الجوائز ويعني يرفعوا اسم مصر في البطولات المختلفه. بنتكلم على 55 لاعب في 10 رياضات مختلفه. الحقيقه ان احنا بكره هيكون عندنا فعاليه مهمه جدا رياضيه، وهي مباراه اساطير كره القدم بين قطبي النادي الاهلي والزمالك، هيكونوا موجودين طبعا بكل هؤلاء النجوم ومتوقعين يكون في حاله تشجيعيه كبيره جدا، بالاضافه ان بكره كمان هتنطلق خدمه وزاره النقل فيما يتعلق بالاتوبيسات اللي هتتحرك من القاهره للعالمين ومن اسكندريه للعالمين طبعا ذهابا وايابا، وهيكون في تسهيل طبعا لكل الناس اللي حابه ان هي تيجي وتشارك في فعاليات مهرجان العالمين، خاصه ان احنا خلاص بنستعد لاستقبال حفل الفنان الكبير تامر حسني يوم الجمعه على اليو ارينا، وبالتاكيد هيكون في جمهور كبير جدا حاضر للفنان الكبير تامر حسني. فالحقيقه في تعاون كبير جدا بين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه والمؤسسات المختلفه علشان تقدم كل الخدمات الترفيهيه والتثقيفيه والفنيه لكل زوار ورواد مدينه العالمين الجديده. فاحنا بكره ان شاء الله هنتابع معاكم المباراه القويه جدا، وبندعو كل الناس اللي موجوده في مدينه العالمين او حتى ان هم ييجوا مدينه العالمين بكره ويشجعوا طبعا نجوم الاهلي والزمالك والفعاليات الجميله اللي هتكون موجوده على المنطقه الشاطئيه. اكيد يا محمود، يعني كلنا فعاليات النهارده وبكره، وبرجع لك مره ثانيه. كلنا منتظرين اكيد الانشطه اللي في نهايه الاسبوع ونتائج المباريات الكل هينتظرها بكره. بشكرك شكرا جزيلا محمود جميل من العالمين الجديده مباشره من المدينه الثقافيه.